إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان. قف على سنن المختار من نسب وجن البلاء بلاغة الرسول محمد أفضل الرسل الذي شهدت بفضله أنبياء العصر في ظلال الهدي النبوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلائع الإيمان. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أجل معاملة أبقى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع الناس. الدين المعاملة. أخلاق صلى الله عليه وسلم أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. لغة ابتسمت بالكتاب ثرية تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى. القاموس الإسلامي. لله قوم بحفظ الدين قد قاموا به لغة القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من دوحة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا
تراث إذاعة القرآن الكريم. يا من أحس به في كل كائنة وقد تعاليت عن ظن وتخمين. منتصف الليل في واحة التاريخ، 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 في ساحة من كانوا على صدر الزمان وسامة، مع من أناروا للخلائق، ذكرهم باطل، ذكرهم باطل، ذكرهم باطل، وقالوا للهدى أعلاما. دمرت البرنامج الإذاعي كله من بدايته لنهايته. أحسن أحسن شيخ أحمد، الله يخليك، الله يحفظك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.